منسي، تعال ناخد شريف شعبان عشان يطمننا على المران ويطمننا على النجم الاهلي محمد محمود. مساء الفل عليك يا شريف. بخير كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف ودايما منور الدنيا. خليني اقول لك ان التمرين كان في الرابعه عصرا، ويمكن بدا التمرين بجري حوالين الملعب ثم التسخين ثم دوائر كره، ويمكن مستر فيرب النهارده كان حريص يعمل تقسيمه كبيره، مش بكل الملعب ولكن كبيره نوعا ما. انت صوتك زعلان ليه يا شريف كده؟ انت قلقتني من صوتك. والله يا كابتن ميدو الاخبار اللي عندي مش رسميه، ولكن يعني مش عارف. محمد محمود لعيب خلوق، لعيب مجتهد، لعيب صغير في السن، عمره ما اتصاب في حياته، مش عارف، بيقابله سوء حظ غريب، قضاء من عند ربنا وراضيين بقضاء ربنا وباذن الله القادم افضل ليه. الشواهد كلها بعد التشخيص المبدئي بعد اجراء الاشعه، كلام عن رباط صليبي في القدم السليمه، القدم اليسرى، لسه القدم مش اكيد، ولكن يعني الشواهد كلها للاسف الشديد تقول كده اهوت. يعني ربنا كريم باذن الله، ويكون يخيب ظننا كلنا ويطلع تشخيص غلط يا رب. فيا رب باذن الله الولد ما يستاهلش اي حاجه خالص، الولد مجتهد، الولد لفت النظر الفتره الاخيره جامد جدا، بكسر الدنيا في التمرين. ده اللي خلى الكابتن شوقي غريب كان بيفكر بضمه في البطوله الافريقيه المقبله، ولكن قضاء ربنا باذن الله القادم افضل ليه. سنه صغير ولسه قدامه مستقبل كبير جدا، هو مستقبل مصر في وسط الملعب باذن الله. باذن الله يكون تشخيص غلط يا رب باذن الله، حتى لو لا قدر الله عنده الاصابه ديت باذن الله يرجع منها باقصى سرعه، وباذن الله يكسر الدنيا. محمد محمود اللي لو اتقرب منه يا كابتن ميدو حاجه محترمه جدا، حاجه هاديه جدا، لعيب كوره ملوش حل. فيا رب يا رب خلينا نتمسك بالامل الاخير لغايه لما نشوف نتيجه الاشعه يا شريف، حتى لو متاكدين ان في حاجه، لكن يعني كله خير الحمد لله. خير باذن الله القادم افضل ليه باذن الله يا رب. فخليني اقول لك ان النهارده عمل تقسيمه كبيره مستر فايلر، مش كبيره مش بطول الملعب ولكن بجزء كبير من الملعب، تالق فيها لعيبه كثيره جدا على راسهم قفشه واحمد الشيخ والشحات وعجري ووليد سليمان، احمد فتحي، سعد سمير اللي رجع بكل قوه ربنا يكرمه. في حراسه المرمى النهارده التمرين كان مختلف نوعا ما، الشناوي، اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير، المدرب الحراس كان حريص يحط مواسير بلاستيك في الارض، يثبتها في الارض ويحط عليها ميه ويشوت الكوره تخبط في الماسوره فتغير اتجاهها خالص، رد فعل الحارس في اول التمرين كان صعب جدا على الحراس. في نهايه التمرين ما شاء الله تالق لافت لاربع حراس، يعني التمرينات اللي بنشوفها كل يوم جديده للمدرب الحراس الاجنبي. لا تعظيم سلام لاداره النادي الاهلي اللي اتخذت هذا القرار، تمرينات جديده باذن الله تاتي ثمارها على مستوى الحراسه في النادي الاهلي، وبالتالي تفيد منتخباتنا الوطنيه بكامل او بمنتخب اول الاولمبي او شباب. خليني اقول لك النهارده الخبر مفرح لجماهير النادي الاهلي، مروان شارك في المران بكل قوه، تالق واحرز ثلاث اربع اهداف، ولا اجمل ولا اروع، لبس النهارده الواقي او القناع النهارده في التمرين. محمود بتولي بيتاهل النهارده، ده بحاج النهارده الصبح، يعني علشان خاطر رجوعه بالسلامه وخلاص كلها يومين ثلاثه باذن الله، ويكون موجود مع باقي زملائه. كريم نيدفيد بيتكلم باذن الله في اسبوع 10 ايام كتير جدا، ويكون موجود في التمرينات. بكره باذن الله في تمرين يوم الجمعه ويوم السبت اجازه، فالقادم افضل للنادي الاهلي وباذن الله فريق كوره باذن الله الفترات القادمه يظهر بمستوى كبير. خليني اقول لك النهارده في التقسيمه كان في حماس قوي جدا، كان في امتحانات قويه جدا، وقع ثلاث اربع لعيبه مصابين النهارده وقاموا والحمد لله. كل في حماس، كل عاوز يثبت نفسه للراجل، الكل عاوز يحجز مكان في التشكيله الفتره المقبله. دعواتنا ودعوات كل الاهلاويه باذن الله يكون القادم افضل للنادي الاهلي ومحافظه على بطوله الدوري والحصول على بطوله افريقيا باذن الله. يا رب ان شاء الله شريف. بشكرك شكرا جزيلا شريف، ربنا يخليك دايما متالق ودايما بتغطي كل الاخبار من غير اي اسئله. شكرا جدا ليك زميل عزيز شريف شعبان. مش عايز اتكلم.